تأمين رغيف الخبز يعتبر واحد من أهم القضايا القومية للدولة المصرية، ولو حصل فيها أي تقصير هتعمل مشكلة كبيرة في الدولة كلها. يا ترى مصر بتعمل إيه في ملف توفير واستيراد القمح من الخارج؟ وإيه هي خطة مصر لخفض واردات القمح الفترة اللي جاية؟ توفير رغيف العيش واحد من القضايا القومية لمصر في الوقت الحالي، والقمح ده أول وأكبر حاجة بتستهلك الموارد الدولارية اللي مصر بتخصصها للاستيراد للسلع اللي بيحتاجها الشعب المصري، خاصة أن مصر هي أكبر دولة في العالم بتستورد كميات قمح من الخارج لتغطية إنتاج رغيف العيش المدعم. طب إيه اللي بتعمله مصر في موضوع تأمين القمح اللازم لإنتاج رغيف العيش المدعم؟ الفترة الحالية مصر وضعت خطة لخفض واردات القمح وخفض الانفاق الدولاري على الخبز المدعوم. الخطة دي بتقوم على إضافة الذرة وذرة الرفيعة لمكوناته. الخطة دي هتوفر لمصر ملايين الدولارات، خاصة أنها تخفض تكلفة رغيف العيش من القمح واللي أغلبه بيكون مستورد. بس الخطة دي عاملة شوية مشاكل عند أصحاب المخابز والمطاحن اللي بدأوا يخسروا بشكل كبير، وحجتهم أنها بتأثر على جودة رغيف العيش. الخطة اللي حطتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لخلط الذرة مع القمح لإنتاج رغيف العيش بتنص على خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1-4% بداية من أبريل 2025. الخطة دي هتوفر 1,000,000 طن قمح سنويا. طب هل حكاية خلط دقيق الذرة مع القمح لإنتاج العيش اتطبق قبل كده ولا دي أول مرة؟ حكاية خلط الدقيق المدعم بالذرة مش أول مرة تطبق في مصر، كانت موجودة قبل كده والدولة وقفت العمل بيها بسبب المعارضة الشديدة اللي واجهتها الحكومة من الشعب، واضطرت الدولة انها توقف خلط الدقيق المدعم بالذرة. خطة الدولة لخلط دقيق الذرة بالدقيق المدعم بيستهدف توفير اكبر قدر ممكن من العملات الصعبة اللي تدفعها مصر لاستيراد القمح، وهيوصل التوفير اللي مصر بتدفعه في كل طن من 35-40 دولار، خاصة ان مصر عندها فائض كبير في انتاج الذرة، ودخولها في انتاج دقيق العيش المدعم هيوفر مليارات الدولارات سنويا. طب التكلفة الاستيرادية اللي مصر بتدفعها لاستيراد القمح بتوصل لكام؟ أغلب القمح اللي مصر بتستورده في الوقت الحالي بيكون من روسيا، ووصل سعر الطن في آخر مناقصة مصر وقعتها مع روسيا ل 220 دولار للطن بأسعار السوق الحالية. ده رقم كبير، خاصة أن مصر بتستورد أكتر من 70% من حاجتها من السوق العالمية. حاليا بيوصل الاستيراد المصري من القمح ل 8.25 مليون طن سنويا، علشان الدولة تقدر توفر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مواطن مصري، في حين بيوصل الانتاج المحلي من محصول القمح ل 3.5 مليون طن بيتم تورده من المزارعين المحليين، ومصر بتستورد باقي احتياجاتها من الخارج. هنتابع معاكم تطور الملف ده لحظة بلحظة. من بنكيرا ناصر أشرف، و إلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.